الجيش يقضي على إرهابيين بريفي حلب وإدلب وينفذ عمليات مكثفة بريف حماة ويكبدهم خسائر في عدة محافظات. وزارة الخارجية والمغتربين تؤكد أن الاتهامات الحديثة ضد سوريا لا تستند إلى أي أدلة ملموسة ولا تعكس أي دقة أو موضوعية. رئيسة مجلس الشعب السوري تبحث في جنيف الأوضاع في سوريا والمنطقة وتلتقي الوفد البرلماني الإيراني. بداية ساعتنا الإخبارية، أسعدتم صباحا. أكد مصدر عسكري أن وحدات من الجيش والقوات المسلحة تدمر عدة آليات مصفحة وسيارات مزودة برشاشات في خان شيخون وصوران ومحيط تل بزام واللطامنة وترعي بريفي حماء وإدلب. جولة على أبرز الأحداث الميدانية مع نادية الجنداوي. الجيش العربي السوري يستهدف تحصينات التنظيمات التكفيرية في ريفي حلب الغربي والجنوبي، ويقضي على أعداد كبيرة من إرهابيي ما يسمى جيش الفتح، ويدمر أسلحتهم في الراشدين الأولى والرابعة والخامسة وشرق أرم الصغرى وفي أبو شيلم وقبطان الجبل وخان طمان. وفي ريف حمص وجه سلاح الجو ضربات على مواقع انتشار إرهابي داعش، ما أدى إلى تدمير عدد من مقراتهم ومقتل وإصابة عدد من الإرهابيين بمحيط حقل شاعر بريف تدمر وفي رحوم وأم الريش وشمال أبو العلايا شرق المدينة. كما نفذت وحدات الجيش ضربات على مواقع لإرهابيي أحرار الشام في منطقة السعن بريف حمص الشمالي، ما أدى إلى تدمير سيارتي بيك أب والقضاء على عدد من الإرهابيين بينهم متزعمون. أما في ريفي حماة الشمالي وإدلب فقد تركزت عمليات وحدات الجيش المكثفة على مواقع انتشار تنظيمي جبهة النصرة وجند الأقصى الإرهابيين ومحاور تحركاتهم في قرى وبلدات صوران واللطامنة ومحيط معان وتل بزام وطيبة الإمام وكفر زيتا بالريف الشمالي المتاخم لريف إدلب الجنوبي، ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد منهم بينهم متزعمون وتدمير آلياتهم. وإلى درعا جنوبا حيث قضت وحدات من الجيش على عدد من الإرهابيين وأصابت آخرين كانوا يقومون بأعمال التحصين بدرع البلد في حي الأربعين وبمحيط الجمرك القديم. تأتي تلك التطورات فيما أحبطت وحدات أخرى من الجيش محاولة تسلل مجموعة إرهابية من وادي الغبيب باتجاه تل بثينة بريف السويداء، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من أفرادها. شن سلاح الجو في الجيش العربي السوري عدة غارات على مواقع وتجمعات الإرهابيين في خان الشيح بريف دمشق وأوقع بصفوفهم أعدادا من القتلى والمصابين ودمر آليات وعربات تابعة لهم.
أوقعت وحدات الجيش العربي السوري أعدادا من الإرهابيين قتلى ومصابين بريف حلب، وذلك خلال إحباطها أمس محاولة اعتداء المجموعات الإرهابية على الوحدات العاملة في كتيبة الدفاع الجوي جنوب الكليات العسكرية. هذه المشاهد تظهر القتلى في صفوف الإرهابيين. تتمتع قرية عقارب بريف السلمية بأهمية خاصة لموقعها الاستراتيجي. خالد الخطيب والتفاصيل. عقارب بريف السلمية الشرقي وجها لوجه أمام إرهاب داعش بمعاقله في قليب الطور وسوحة نحو عقربات وامتدادها في البادية. يتم رصد تحرك إرهابي من قبل أحد عناصر الجيش، يخبر قائده بالإحداثيات، يعطي القائد الإشارة. 64 يمين علام رقم 1 200 متر مجموعة مشاة قذيفي متفجر واحد نفذ، ويتم الاستهداف. اعتادت القرية المناصفة لقوس الدفاع الأول عن السلمية على عدم الهدوء بجبهاتها الحامية. إرهاب داعش من الأمام وخط البترول على الجانب وقرى كتل التوت والصبورة والمبعوجة بمحور الدفاع نفسه. متواجدين بالنقاط الشرقية لقرية عقارب للدفاع عن القرية من الدواعش المتواجدين جنوبي النقطة، وهي مستلمين خط البترول. نحن قاطعين الإمداد تماما عنهم بإذن الله تعالى. تكرار هجوم الإرهابيين من محور عقربات وسوحة وما حولها انطلاقا من العمق الشرقي لم ينجح بتحقيق رصيد نحو مواقع الجيش وقواته الرديفة. تحصيل محكم وامتصاص للهجمات سياسة زادت من خسائر الإرهابيين بنحو متزايد. لدينا الرجال ولدينا الشباب ولدينا الإيمان ولدينا الوطنية المطلقة، ونستطيع جميعا ونؤكد أننا نستشهد جميعا في سبيل هذه الأرض، لكن نتمنى أن يكون هناك دعم حقيقي بالآليات وبالمعدات. جاهزين بأي ساعة وبأي لحظة لصد أي هجوم، وسبق وصدينا كذا هجوم دفاعا عن قطاع عقارب وسلمية كافة، وسبق وأخذنا كذا مستر. لا يعكر أصوات الحرب البعيدة بأمتار قليلة عن ساحة القرية هؤلاء الأطفال من إيقاف طقوس ألعابهم وتسليتهم، والحال يطابق الكبيرة قبلهم ممن لم تخفى البسمة عن وجوههم المحاربة. هم نفسهم من قدموا الكثير لبقاء هذه القرية كمشهدها اليوم. نحن أهل عقارب صامدين صامدين صامدين، وبإذن الله لا داعش ولا النصرة ولا غيره له عنا شيء في العالم، ونحن أقوياء وما لنا سئلانين. موقع جغرافي هام جعل الأهالي بحالة استنفار دائمة. التعامل مع جبهات مفتوحة أصبح اختصاص المقاتلين هنا، فخيارهم واحد هو الثبات. تقف عقارب للسنة الرابعة متصدية لكل محاولات الضغط أو التمدد من قبل إرهابي داعش ضمن حزام يعد بموقعه الأهم وسط البلاد. للأخبارية السورية خالد الخطيب، ريف السلمية الشرقي. أكد الدكتور بشار الجعفري مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة أن بيانات الأمم المتحدة تتجاهل بشكل متعمد حق سوريا في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب، مشددا أن سوريا لن تسمح لأحد أن يتحدث عن شرق حلب أو غربها. سيد الرئيس، لن نسمح كحكومة بأن يتم التحدث عن شيء اسمه شرق حلب وغرب حلب، ولن نسمح بتكرار السيناريو المؤلم المحزن القديم الذي كان يتحدث عن بيروت الشرقية وبيروت الغربية. هناك حلب واحدة وهناك سوريا واحدة، وكل من يتآمر على أي جزء من بلادنا من أراضينا لن
يصل إلى بر الأمان معنا. فالمسؤول عما حدث في هذه المدينة الشهيدة هو ممارسات الجماعات الإرهابية المسلحة والمقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين تم استقدامهم من جميع أنحاء العالم من نيوزيلندا إلى كندا. في سياق متصل، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أن الرعاة الخارجيين للتنظيمات الإرهابية التي تخندقت شرق حلب لم يرغبوا في التأثير إيجابيا عليهم وأقناعهم بوقف عمليات إطلاق النار والانسحاب من المنطقة والسماح للمدنيين بالخروج. وقالت شوركين في كلمة ألقاها خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في حلب إن المنظمة الدولية لم تمارس ضغطا ضروريا على الجهات التي تمول المجموعات المسلحة غير الشرعية لجعل المسلحين في شرق حلب يتعاونون مع الوكالات الإنسانية لتنفيذ عملية إجلاء الجرحى والمرضى. ونبهت شوركين إلى أن الفصائل المسلحة ما زالت تحصل على الأسلحة والذخائر بما في ذلك منظومات تاو المضادة للدبابات والمنظومات الأمريكية المحمولة للدفاع الجوي. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الاتهامات الصادرة مؤخرا ضد سوريا والواردة في تقرير آلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لا تستند إلى أي أدلة ملموسة ولا تعكس أي دقة أو موضوعية. لا تزال التقارير التي تصدر عن المنظمات الدولية رهنا لإرادة الدول الغربية. وزارة الخارجية والمغتربين وصفت التقرير الذي صدر مؤخرا ضد سوريا والاتهامات التي تضمنها تقرير آلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المشكلة بموجب قرار مجلس الأمن 2235، وصفته بأنه لا يستند إلى أي أدلة ملموسة ولا يعكس أي دقة أو موضوعية في الاستنتاجات التي توصل إليها. وزارة الخارجية أكدت أنها نفت مرارا وتكرارا جميع الادعاءات التي روجت لها بعض الدوائر الغربية وأدواتها حول استخدام جهات سورية رسمية لمواد كيميائية سامة كغاز الكلور خلال الأعمال العسكرية التي تدور بين القوات المسلحة العربية السورية والمجموعات الإرهابية. الوزارة لفتت إلى أن سوريا حذرت مرارا من عواقب تسييس هذا الموضوع على مصداقية عمل الجهات الدولية المعنية به، مبينة أن سوريا قدمت على مدى أكثر من عامين الكثير من المعلومات المهمة عن حيازة واستخدام المجموعات الإرهابية للمواد والأسلحة الكيميائية، كما كشفت تلك المعلومات تورط أنظمة تركيا والسعودية وبعض الدول الغربية في وصول هذه المواد السامة إلى أيدي الإرهابيين. الحكومة السورية والتي ترفض الاتهامات الواردة في تقارير تلك الآلية تؤكد استمرارها بتنفيذ جميع تعهداتها التي التزمت بها حين انضمامها إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. الدكتورة هدية عباس رئيسة مجلس الشعب تبحث في جنيف مع وفد مجلس الشيوخ الإيطالي ورئيسة الجمعية الوطنية في جنوب إفريقيا الأوضاع في سوريا والمنطقة. وتلتقي الوفد البرلماني الإيراني المشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي وذلك على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي. كلوديا حسن. بحثت الدكتورة هدية عباس رئيسة مجلس الشعب في جنيف على هامش اجتماعات الجمعية 35 بعد 100 للاتحاد البرلماني الدولي مع وفد مجلس الشيوخ الإيطالي برئاسة بيير فرناندو كاسيني رئيس لجنة الشؤون الخارجية الأوضاع في سوريا وسبل تفعيل التعاون البرلماني لمواجهة الإرهاب الدولي الذي ينتشر في المنطقة. وأوضحت رئيسة مجلس الشعب أن الدولة السورية تسير في اتجاهين متلازمين، الأول محاربة الإرهاب ميدانيا والثاني إجراء المصالحات الوطنية بين السوريين من أجل استعادة الأمن والاستقرار. من جانبه أكد كاسيني أن إيطاليا منذ البداية وقفت ضد الحرب وهي تدعم المصالحات الوطنية، موضحا أنه لا يحق لأحد التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. من جهتها نوهت رئيسة الجمعية الوطنية في جنوب إفريقيا باليكا أمبيتي بصمود الشعب السوري ضد هذه الحرب الظالمة، مؤكدة أن جنوب إفريقيا تدعم هذا الصمود وذلك خلال لقاء جمعها مع الدكتورة عباس. إلى ذلك التقت رئيسة مجلس الشعب الوفد البرلماني الإيراني المشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي
برئاسة الدكتور مصطفى كفا كبيان. نوهت الدكتور عباس إلى العلاقات التاريخية التي تجمع سوريا وإيران. من جانبه أكد كفا كبيان موقف إيران الثابت تجاه سوريا واستمرارها في تقديم الدعم اللازم لصمود الشعب السوري في وجه الحرب الإرهابية والاقتصادية. أكدت الدكتورة بثينة شعبان المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية العربية السورية أن نضال الإخوة الفلسطينيين إلى جانب الجيش العربي السوري هو أمر طبيعي. الدكتورة شعبان وفي كلمتها خلال فعاليات ملتقى القدس نبض الانتفاضة الذي تنظمه مؤسسة القدس الدولية فرع سوريا أحياء للذكرى السنوية الأولى لانتفاضة القدس شددت على أن تضحيات محور المقاومة في سوريا أفشلت مخططات الغرب فيها. إحياء للذكرى السنوية الأولى لانتفاضة القدس المباركة وبهدف تسليط الضوء على انتفاضة القدس التي مثلت رد الشباب الفلسطيني على الهيمنة الصهيونية وانتهاكات جيش الاحتلال لحقوق الشعب الفلسطيني ومقدساته، أقامت مؤسسة القدس الدولية فرع سوريا ملتقاها بعنوان القدس نبض المقاومة. لا فرق أبدا بين نضالنا في سوريا وبين نضال الإخوة الفلسطينيين في فلسطين. وإذا راجعنا مراجعة بسيطة لما حدث في البلدان العربية خلال هذا الجحيم العربي الذي أسموه ربيعا عربيا، نلاحظ أن استهدافا أساسيا وممنهجا كان للمخيمات الفلسطينية. الدكتورة بثينة شعبان رئيسة مجلس أمناء مؤسسة القدس الدولية وخلال كلمة لها أكدت أن تضحيات المقاومة في سوريا أفشلت مخططات الغرب فيها، مشددة على أن نضال محور المقاومة يجب أن يتركز على مقاومة الاحتلال الصهيوني وأدواته الإرهابية. نحن نشعر أننا في صف واحد وقارب واحد مع الشعب الفلسطيني، وأن كل الحلفاء الذين يقاتلون معنا هم يقاتلون من أجل الإنسانية ومن أجل تحرير بلادنا والعالم من دنس الإرهاب. ولا شك بأننا بعد الانتصار في سوريا ستكون هناك بإذن الله معادلة جديدة ينضم بها جميع أحرار العالم إلى صف المقاومة لتحرير فلسطين كاملة. الملتقى انعقد بحضور ممثلين عن الفصائل الفلسطينية وممثلين عن عدد من سفارات الدول العربية والإسلامية، بالإضافة إلى فعاليات سياسية وشعبية ودينية. في ظل اعتبار الكيانات الصهيونية الكيان الصهيوني أن الشباب في فلسطين شباب قد انحسرت هويته الوطنية وأصبح يهتم بسفاسف الأمور بعيدا عن المرتكزات الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، فعالية اليوم هي رصد لهوية هؤلاء الشباب وهي منبر لدعم هؤلاء الشباب الرافض للكيان الصهيوني وتعميق مفهوم الانتفاضة من هبة شعبية إلى انتفاضة حقيقية مركزة في الشأن الفلسطيني. سوريا اليوم تدفع ثمنا لهذا، تدفع ثمنا من أولئك التكفيريين الذين هم جزء من المؤامرة الكونية على سوريا، هم جزء من تدمير سوريا وتفتيت سوريا حتى يكون هناك في سيطرة للولايات المتحدة الأمريكية على هذه المنطقة ومن أجل حماية الكيان الصهيوني. الاتحاد بين هذه الدول في غرب آسيا أو شرق الأوسط أي اتحاد مهم ومبارك بين محور المقاومة، بين المقاومين وبين أصدقائنا الروس. هاي اتحاد مبارك لأنه حتى الروس هم غير راضين عن التصريفات أو تصرفات الاستكبار العالمي والإمبريالية. هي دعوة لكل أحرار العالم انطلقت من عاصمة المقاومة دمشق للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في كفاحه ضد المحتل، وذلك في زمن شوهت بعض الأنظمة العربية مسلمات الأمة وحاولت أن تحرف بوصلة النضال عن فلسطين. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن وزراء خارجية سوريا وروسيا وإيران سيعقدون اجتماعا ثلاثيا مشتركا يوم الجمعة القادم في موسكو لبحث تطورات الأزمة في سوريا. وقال قاسمي إن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيزور الجمعة العاصمة الروسية موسكو على رأس وفد رفيع، حيث سيعقد اجتماعا خاصا مع نظيريه السوري والروسي لبحث
في آخر التطورات في سوريا والمنطقة عموما. وفي وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الخارجية أن مباحثات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم السبت المقبل في موسكو ستتناول الأوضاع العسكرية والسياسية والإنسانية في سوريا بما في ذلك مستجدات الوضع في حلب. ساعتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. الجيش العراقي يكشف نفقا سريا في قرية كريمليس شرق الموصل خلال تطهيرها من إرهابيي داعش. لقاؤنا يتجدد بعد الفاصل. للعلا وارفع سلاحك شامخا، فالعز يطلب أهله مسترشدا. هذه الحياة تواترت أمجادها، فكن الذي يهب البطولة سؤددا. هذا الزناد تناثرت نيرانه حمما على الأعداء يصحبها الردى. لسنا الذين يهادنون عدونا، فالنصر غايتنا وإن ضاق المدى. الجيش العراقي يكشف نفقا سريا في قرية كريمليس شرق الموصل خلال تطهيرها من إرهابيي داعش. قوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين في الضفة الغربية بالتزامن مع إعلان الأنور وتقليص خدماتها. الجيش الليبي يحرز تقدما في محاربة تنظيم داعش الإرهابي. عدنا لكم من جديد لمتابعة هذه الساعة الإخبارية، أسعدتم صباحا. عثر الجيش العراقي على نفق سري في قرية كريمليس شرق مدينة الموصل مركز محافظة نينوى أثر اقتحامها وتمشيطها لتطهيرها من إرهابيي داعش. ويظهر مقطع فيديو عناصر الجيش وهم بصدد استكشاف النفق الذي على ما يبدو كان سبيلا لإرهابيي التنظيم للاختباء وجلب المؤونة والأسلحة والهروب عند اقتضاء الحاجة. وترتبط قرية كريمليس إداريا بناحية برطلة التابعة لقضاء الحمدانية، وتبعد 28 كيلومترا عن مدينة الموصل. نفذ طيران العدو الإسرائيلي غارات وهمية على علو متوسط في أجواء منطقتي النبطية وأقليم التفاح في جنوب لبنان. وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن تحليق طيران كيان الاحتلال الإسرائيلي واستنفار قواته قبالة بلدة كفر كلا الحدودية جاء بعد إعلانه في وقت سابق اليوم إصابة أحد جنوده بجروح جراء عيارات نارية استهدفته على الحدود مع لبنان قرب مستوطنة المطلة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 فلسطينيين في الضفة الغربية. وذكرت وكالة أنباء فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من محافظة نابلس، أحدهما أسير محرر، وفتشت عدة منازل واعتقلت فلسطينيا وصدرت سيارته في طول كرم، في حين اعتقلت 2 آخرين من محافظة الخليل. وفي قطاع غزة توغلت عدة آليات وجرافات عسكرية لقوات الاحتلال في
أراضي الفلسطينيين الزراعية شرق مخيم البريج وسط القطاع، ووضعت سواتر ترابية وسط إطلاق نار وتحليق لطائرات استطلاع في الأجواء. وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا تقرر تقليص خدماتها وزيادة الأعباء والمعاناة على الفلسطينيين، إجراءات تتوافق مع مطامع الاحتلال بإنهاء قضية اللاجئين وسرقة حقوقهم. قابلتها فعاليات تصعيدية احتجاجية بدأت أمس وتستمر اليوم ضد سياسة الأونروا في الضفة والقطاع. خليل إبراهيم. مؤامرة كبيرة تحاك ضد الشعب الفلسطيني. وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تقرر تقليص خدماتها في المجالات التعليمية والصحية والخدماتية. اتحاد موظفي الأونروا في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة أعلن عن فعاليات احتجاجية تصعيدية ضد الوكالة بتعليق العمل بقطاعي الصحة والتعليم. وأضاف الاتحاد في بيان له إنه سيتم الإعلان عن خطوات تصعيدية قادمة في حال عدم التوصل إلى حل. وأكد أن التصعيد جاء بسبب فشل الحوار مع إدارة الأونروا حول حقوق اللاجئين الفلسطينيين والعاملين في الوكالة. وصف ردود إدارة الوكالة على الحوارات بالغطرسة والاستعلاء. إجراءات الأونروا لتحويل قضية اللاجئين من قضية سياسية وحق عودة ووطن إلى قضية إنسانية وخدمات يتم تقليصها لزيادة المعاناة على الفلسطينيين وتحويل المطالب المشروعة بحق العودة وتطبيق القرارات الدولية وعلى رأسها القرار 194 إلى قضية مطالبة بخدمات وعدم تقليصها. وبدلا من أن تمارس دورها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين أصبحت أداة سياسية لتمرير المخطط الصهيوني لإنهاء القضية الفلسطينية، وهي المسؤولة عن اللاجئين الفلسطينيين في كل خدماتها. المعارك مستمرة في اليمن بعد أن أفشل النظام السعودي التهدئة الأممية التي أعلنت في 20 من الجاري، والمبعوث الدولي إلى اليمن يقترح خطة جديدة للحل. مراسلنا عبد الله اليوسفي. عمليات نوعية يواصل الجيش اليمني تنفيذها على الحدود مع النظام السعودي، حيث لقي عدد من الجنود السعوديين مصرعهم في عمليات قصف واقتحام نفذها الجيش اليمني على موقع الكرس بجيزان وموقع علب بنجران، في وقت أمطرت القوة الصاروخية عددا من المواقع العسكرية السعودية بعدد من الصواريخ والقذائف خلفت وراءها خسائر مادية كبيرة. هذه العمليات دفعت بالنظام السعودي لإقرار قانون للتجنيد يستهدف الشباب السعوديون. أقول للجيش السعودي حذاري حذاري أن يتعدوا الأراضي اليمنية، وأن احنا لهم بالمرصاد مهما قصفوا ومهما تقدموا ومهما ضربوا الأطفال والنساء، لو هم رجال يلاقونا في الجبهات وهم دارين ما يقع لهم في الحدود. سنواجه التحدي بالتحدي، لا ينفعهم لا طائراتهم ولا بوارجهم ولا صواريخهم، أن احنا صامدين ولا نركع. يأتي هذا في وقت أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد عن تسليمه للأطراف اليمنية خطة شاملة للحل في البلاد، في خطوة اعتبر كثيرون أنها تعبر عن رغبة لدى النظام السعودي في إنهاء الحرب وتوقف العمليات العسكرية التي أرهقته خصوصا على الحدود. المبادرة التي قدمها ولد الشيخ إلى الوفد الوطني تضمنت إزاحة عبد ربه منصور هادي بعد 30 يوم من توقيع الاتفاق في ضمن المبادرة. هذه الإشارة يبدو أن النظام السعودي قد وافق على إزاحة هادي بعد وصوله إلى طريق مسدود، وأيضا جراء حرب الاستنزاف التي يستنزف بها الجيش واللجان الشعبية من على الحدود. هناك خسائر للجيش السعودي بشكل كبير في الجنود، في الآليات، في المعدات، أيضا هناك انهيار اقتصادي بسبب الإنفاق الكثير للعدوان على اليمن ولم يحقق أي فائدة. وكان ولد الشيخ أحمد قد زار موقع الصالة الكبرى التي استهدفها النظام السعودي مطلع هذا الشهر، وعبر عن انذهاله وحزنه الشديد لما جرى، إلا أنه لم يعلق على الوضع الإنساني المتدهور في البلاد، خصوصا المجاعة المنتشرة في محافظة الحديدة وحجة، والتي تستدعي تدخلا عاجلا من الأمم المتحدة لإنهاء العدوان والحصار.
جهود حثيثة للمبعوث الدولي نحو السلام، لكنها لا تحظى بثقة الكثير من اليمنيين الذين يعتبرونها محاولات لبيع الوهم فقط، خصوصا وأن هذه المنظمة الدولية وقفت عاجزة وصامتة أمام كثير من جرائم النظام السعودي، فكيف لها أن توقف العدوان؟ يقول اليمنيون. عبد الله اليوسفي، الإخبارية السورية، صنعاء. الجيش الليبي يتقدم باتجاه منطقة الجيزة البحرية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، والتي تعتبر بمثابة آخر حي تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي. وعد محمد. قوات عمليات البنيان المرصوص التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية سيطرت على منطقة العمارات 600 في مدينة سرت، معقل تنظيم داعش الإرهابي. المكتب الإعلامي لغرفة عمليات تحرير سرت أكد أن الجيش الليبي تقدم باتجاه منطقة الجيزة البحرية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، والتي تعد أخير حي باق تحت سيطرة التنظيم الإرهابي، حيث استخدم الجيش الليبي الزوارق الحربية والمدفعية الثقيلة لاستهداف قناصة داعش المتحصنين في المنطقة. بدورها غرفة عمليات البنيان المرصوص التي توصل القتال في المدينة لدحر تنظيم داعش الإرهابي منها، استهدفت على نحو متكرر تجمعا لعناصر التنظيم في منطقة الجيزة البحرية بالمدفعية الثقيلة. مصدر أمني في غرفة عمليات البنيان المرصوص أكد أن 5 نساء إفريقيات من جنسيات نيجيرية وأريترية معهن طفل لا يتجاوز عمره عاما واحدا قمنا بتسليم أنفسهن للقوات في مدينة سرت. وأضاف المصدر أن تسليم النساء 5 لأنفسهن جاء بعد تشديد الخناق على تنظيم داعش من المحاور كافة. وفي سياق منفصل، أعرب الممثل الأعلى للاتحاد الإفريقي في ليبيا الرئيس التنزاني السابق جاكايا كيكوتي عن استعداد الدول الإفريقية لإرسال قوات حفظ سلام إلى ليبيا في حال طلب منها ذلك، مبينا أن هذه الدول مستعدة أيضا للمساعدة الجادة في إعادة بناء الجيش الليبي. نتابع في هذه الساعة الإخبارية أيضا. قوات الأمن التركية تعتقل عددا من المتظاهرين المحتجين على اعتقال رئيسي بلدية ديار بكر. اللقاء يتجدد بعد الفاصل. بين السهول رجالنا، غار ونور من حماة ديارنا، المجد كل المجد فوق جباههم، حملوا على أكتافهم أحلامنا. هذه الزنود السمر تعرف دربها وتقول قد هزم المحال محالنا، ها قد أطل على الوجود فوارس نسجوا البطولة من مآثر عزنا. روسيا تؤكد استعدادها لإجراء محادثات مع أي رئيس يختاره الناخبون في الولايات المتحدة. قوات الأمن التركية تعتقل عددا من المتظاهرين المحتجين على اعتقال رئيسي بلدية ديار بكر. موقع ويكيليكس يكشف أن المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون تعاني من مشاكل صحية.
أهلا بكم من جديد لمتابعة هذه الساعة الإخبارية. توتر وتصعيد بين موسكو والغرب على خلفية تباين المواقف من الأزمة في سوريا. التصعيد اتخذ شكلا شبه عسكري مع حملة الناتو ضد إرسال روسيا حاملة الطائرات الأدميرال كوزنيتسوف إلى المتوسط. يحيى كوسة. فور انهيار الاتفاق الأمريكي الروسي حول سوريا، اتجهت واشنطن وحلفاؤها إلى اتباع سياسة التصعيد وإثارة الفوضى العسكرية والأمنية التي تساعد التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها داعش. وراح العسكريون الأمريكيون يتقدمون المشهد ويوزعون التصريحات الحربية وسط عملية تجييش إقليمي وعالمي ضد روسيا وسوريا. هي شريعة الغاب، يقودها وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر بنفسه، يوزع الأدوار لحلفائه ويعقد الاجتماعات الحربية في أنقرة وبروكسل وباريس مع قادة الناتو ونظام أردوغان والإدارة الفرنسية، ويعلن عن خطة وهمية دعاها خطة عزل الرقة، فيما كان الرئيس الفرنسي يعلن عن تمديد مهمة حاملة الطائرات شارل ديغول في البحر المتوسط بذريعة محاربة داعش، في حين استبق نظام أردوغان اجتماعات وزراء دفاع فرنسا والولايات المتحدة والنظام التركي، وأعلن أن الموصل كانت تركية وأنه يعمل لإقامة منطقة عازلة في شمال سوريا، بالإضافة إلى مهمته السرية المتمثلة بنقل إرهابيي داعش من الموصل إلى سوريا وإعلانه إرسال المزيد من القوات البرية إلى العراق رغم رفض الحكومة العراقية. لم يقتصر التصعيد الأمريكي ضد روسيا وسوريا عند هذه الحدود، فقد شنت واشنطن والناتو حملة تجييش واسعة ومضللة ضد قرار روسيا إرسال حاملة الطائرات كوزنيتسوف إلى البحر المتوسط، وتعرضت إسبانيا لانتقادات وضغوط شديدة أمريكية وأوروبية بسبب السماح لمجموعة السفن الروسية بدخول ميناء سبتة للتزود بالوقود والإمدادات، كما عزز الناتو من تواجده على الحدود الروسية في منطقة البلطيق. لا يختلف اثنان على أن سوريا أصبحت بوصلة العلاقات الدولية ومنها يتشكل النظام العالمي الجديد، وأن الغرب بات يعلم علم اليقين أن روسيا مصممة على استخدام منظومات دفاعها الجوية التي نشرتها في سوريا، وهذا ما أكده مدير الاستخبارات القومية الأمريكية جيمس كلابر. أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لإجراءات محادثات مع أي رئيس يختاره الناخبون في الولايات المتحدة. ونقلت وكالة سبوتنيك عن بيسكوف قوله إن مصالح روسيا هي الأهم لدى الرئيس الروسي وليس دونالد ترامب أو هيلاري كلينتون، وهو يتصرف على هذا الأساس، مشيرا إلى أن بوتين كان قد أبدى استعداده مرارا لإجراء محادثات مع أي زعيم أجنبي بهدف تطوير العلاقات مع بلاده. وفي روسيا أيضا نشر مركز ماكييف لتصميم الصواريخ أول صورة للصاروخ البالستي الجديد من الجيل الخامس سارمات RS-28. أبرز مواصفات هذا الصاروخ في هذا التقرير. القدرات الروسية الصاروخية تزداد يوما تلو الآخر. جيل خامس جديد متطور من الصواريخ البالستية يطلق عليه سارمات RS-28، يحل محل الصواريخ البالستية الأقدم في الترسانة الروسية. الصاروخ الروسي الجديد يتميز بعدة نقاط، منها قدرته الفائقة على المراوغة والإفلات من منظومات الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي، وذلك من خلال مسار شبه دائري. يحمل الصاروخ رؤوسا حربية سرعتها تفوق سرعة الصوت، تكفي الطاقة الحركية لها بتدمير مركز قيادة حصين للغاية أو خطوطا دفاعية، الأمر الذي دفع حلف شمال الأطلسي لتسميته ساتانتو. ويمكن للنسخة الكلاسيكية التقليدية للصاروخ RS-28 أن تحمل ما بين 10 إلى 15 رأسا، قدرة كل منها 750 كيلو طن. القوة التي يتمتع بها هذا الصاروخ الجديد تسمح له بالانطلاق من كلا القطبين والهجوم من جهة غير متوقعة. ومن الخصائص الأخرى أن منصات هذا النوع الجديد من الصواريخ الروسية البالستية تحت الأرض مزود بنظام حماية نشط لاعتراض الصواريخ المجنحة، كما تتولى حماية صواريخ سارمات من تفجير نووي قريب حاويات مخصصة لهذه المهمة.
ووفق ما أفادت به صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الصاروخ قادر على حمل رؤوس حربية وزنها 40 ميجاتون، وهو ما يعادل 2000 مرة ضعف قوة القنبلتين الذريتين اللتين ألقيتا على هيروشيما وناغازاكي عام 1945. الصحافة الغربية وصفت هذا الجيل المتطور من الصواريخ الباليستية الروسية بالمرعب، فيما أشارت وسائل إعلام بريطانية متخصصة بالشؤون العسكرية أن خواص هذا الصاروخ تعطي روسيا لأول مرة إمكانية تنفيذ ضربات دقيقة في إطار حرب إقليمية باستخدام رؤوس حربية غير نووية. إلى ذلك، كشف مصدر عسكري روسي أن مروحيات K-52 الموجودة على متن حاملة الطائرات الأدميرال كوزنيتسوف المتوجهة إلى السواحل السورية ستجرب صاروخا جديدا بعيد المدى. ونقلت وكالة سبوتنيك أنه من المقرر أن تختبر مروحيات K-52 صاروخا جديدا يدعى هرمز، حيث تم تحضير عدد من الصواريخ الجديدة للاختبار وباستطاعة صاروخ هرمز ضرب الأهداف من على بعد 30 كيلومترا. أزيح الستار اليوم عن طائرة مسيرة جديدة للقوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية الإيرانية. وتبلغ سرعة الطائرة الجديدة التي أنتجتها قوات حرس الثورة قرابة 200 كيلومتر في الساعة، وتستطيع التحليق على ارتفاع منخفض قرب سطح الأرض أو المياه لتصل إلى المكان المستهدف في البر والبحر، كما تبوط على الماء. ورغم أن الطائرة الجديدة لا تملك إمكانية حمل الصواريخ، إلا أنها تستطيع حمل مواد شديدة الانفجار لتنفيذ العمليات الانتحارية الموكلة إليها. وتعد هذه الطائرة المسيرة ثاني منتج انتحاري يصنعه حرس الثورة، الذي كان كشف في وقت سابق عن زوارق انتحارية سريعة. أكد محللون ومواطنون أتراك أن سياسة أردوغان ودعمه للتنظيمات الإرهابية في سوريا أساءت لعلاقات تركيا مع الجوار وجلبت الويلات للشعب التركي. مراسل الإخبارية في تركيا صالح عبد الفتاح. سياسات رئيس النظام التركي جعلت من تركيا دولة معادية للجميع في المنطقة. تصريحات أطلقها النائب عن حزب الشعب الجمهوري مفلود دودو، مؤكدا أن هذه السياسات خلقت لتركيا الكثير من المشاكل الخطيرة اجتماعيا واقتصاديا. مع الأسف كنا محقين عندما قلنا أن استمرار النزاع وعدم الاستقرار الذي تدعمه حكومتنا سينعكس سلبا على تركيا وأمنها القومي. في الشمال السوري منظمات إرهابية خارج عن السيطرة. إرهابي هذه المنظمات بدأوا بالدخول إلى تركيا التي كانت قد أرسلتهم، وينفذون عمليات إرهابية في الداخل التركي. ويؤكد البرلماني التركي أن التنسيق والتعاون مع نظامي السعودية وقطر لم يخلقا لتركيا إلا الأزمات التي تعاني منها على صعيدي السياستين الداخلية والخارجية، وأن التنسيق والتعاون مع سوريا عنصر مهم جدا لضمان وحدة تركيا. تركيا كانت تتبع سياسة سلام في الوطن سلام في العالم، ولكن ابتعاد الحكومة التركية الحالية عن هذا المبدأ واتباعها المذهبية في سياستها الخارجية كان سببا في زيادة لهيب المنطقة المشتعل. يجب أن تعمل تركيا على إحلال السلام في سوريا وليقرر السوريون مصيرهم بأنفسهم. الأتراك بدورهم يرفضون أي تدخلات في شؤون جيرانهم. تركيا هم اكونوميك olarak etkili hem o bölgedeki insanlar zor duruma düştü. تركيا الآن تتأثر من الأزمة السورية اقتصاديا، والمشاكل في دول جوارنا بدأت تنتقل إلى الداخل التركي أيضا، وأصبحنا نخشى التواجد في الأماكن العامة والمزدحمة. لست راضيا أبدا عن التدخل التركي في سوريا تحت مسمى مكافحة الإرهاب أو أي مسمى آخر، ليسحبوا أيديهم عن سوريا والعراق ويتركوا الشعوب تؤسس علاقاتها على الصداقة والأخوة. يؤكد الأتراك أن تورط الحكومة التركية في سفك الدم السوري عبر دعمها للجماعات الإرهابية على الأراضي السورية لم يخلق سوى المشاكل لتركيا، وأنه انعكس بشكل سلبي على الاستقرار في الداخل التركي. صالح عبد الفتاح، الإخبارية السورية، أنقرة.
اعتقلت قوات الأمن التركية عددا من المتظاهرين المحتجين على اعتقال رئيسة بلدية ديار بكر جولتان الشيناك وعضو مجلس المدينة فرات أنلي بتهمة الانتماء إلى تنظيم مسلح. واشتبكت قوات الشرطة مع أعداد كبيرة من المتظاهرين الذين تجمعوا أمام مبنى البلدية للاحتجاج ضد عملية اعتقال الشيناك وأنلي على خلفية انتمائهما إلى حزب معارض لنظام أنقرة. واعتقلت الشرطة أكثر من 25 شخصا بينهم نواب سابقون وسط تعتيم إعلامي نتيجة قطع شبكة الاتصالات عن المدينة. وفي أول رد على تلك الاعتقالات أعلن نواب حزب الشعوب الديمقراطية انسحابهم من اللجنة البرلمانية المشتركة للتحقيق في محاولة الانقلاب. كشف موقع ويكيليكس أن المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون تعاني من مشاكل صحية. وأشارت تسريبات ويكيليكس إلى أن مساعدة كلينتون هيما عابدين كتبت في 21 من نيسان عام 2015 إلى أهم شخصيات الحملة الانتخابية لكلينتون بمن فيهم جون بوديستا مستشار الرئيس باراك أوباما آنذاك أن رأس هيلاري ليس سليما بشكل تام حتى الآن. يذكر أن الرسائل المنشورة هي جزء مما يسمى رسائل بوديستا التي ينشرها ويكيليكس تدريجيا بمجموعات تضم عدة آلاف من الرسائل الإلكترونية. إلى العناوين. الجيش يقضي على إرهابيين بريفي حلب وإدلب وينفذ عمليات مكثفة بريف حماة ويكبدهم خسائر عدة بالمحافظات. وزارة الخارجية والمغتربين تؤكد أن الاتهامات الحديثة ضد سوريا لا تستند إلى أي دولة أو أدلة ملموسة ولا تعكس أي دقة أو موضوعية. الجيش العراقي يكشف نفقا سريا في قرية كريمليس شرق الموصل خلال تطهيرها من إرهابيي داعش. قوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين في الضفة الغربية بالتزامن مع إعلان الأنور وتقليص خدماتها. وكان في هذه الساعة أيضا وثائق ويكيليكس تكشف أن المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون تعاني من مشاكل صحية. نهاية هذه الساعة الإخبارية، شكرا لحسن المتابعة، بأمان الله.